كنقلط بزاف بيتي مرون. بعد بزاف الحوايج فدابا غادي نصبغت فاري ومن بعد غادي نوض نكمل ونقاد البيت، راه مازال ما قديتوش. وما غادي نمشيو لانيفيرسير نجمع حوايجي، لان فرح جمعت حوايج انا بديت صوبت فراغ قبل ما نسخن. لا في البلاصه اللي على بالي بالك غتصوبيهم بحال صوبت اختك. ما عرفتش اختي صوب صبغت وليت حيت صباغي، لانها ما جبتنيش ما كنعرفش نصوب بوحدي معاهم امشي، وما كنعرفش ندير لي صريه بوحدي، وعصت باطني ما رضاتني وتقتلت المراره صافي من حيتها. درت دو سيلفون ديال اختي باش عرفت شنو هاد الفيديو غادي نموت. المهم غادي ندير هاد التفاحه، هاد التفاح ديال ماما قلت لكم هو هاد الفيديو غادي نموت. هاد التفاح ديال ماما وهذا الليمون ديال ماما، ماشي مشكل ندير المازوط باش نبدا نصوب. داك الوقت انا داك البيت بصح خصو لافور بزاف باش نصوبو، وخلاص راه البنات طوات لي شويه الحوايج، ماشي شويه النص الكبير باقي لي شويه، والمشكل عندي في الناموسيه وداك الناموسيه كامله والبيرو بيرو خصني نمسح كلشي من الغبره كلشي مغبر. المهم عندي الروينه تمايا وداك لي فاليز ديال ماما ودي اختي مروينين ديري لي عقده حيت والله انا معقده. انا دابا كنقول لك راه تعرف كنقول لكم انا معقده منهم، لان راه ليلها الله والولايات والحاله والروينه والشكوى سيد ربي، الشكوى سيد ربي هو اللي عارف ما بيا. يا ربي نبدلو الدار وباش نشوفو شي دار كبيره فين نديرو داكشي، لان راني تقرت وراني عييت الشكوى الله.